أول شيء مرحب فيكم. سبب تواجدي في المغرب هي دعوة رسمية من إدارة مهرجان ملكات جمال المغرب لحضور الدعوة كضيفة شرف، وكنت سعيدة جدا بالحضور. بنات المغرب بسيطات، يعني يمكن تعاملهم على أرضهم وايد جميل، وايد حسن الضيافة، يمكن وطنهم. وبنات الإمارات بنات راقيات يعني جميلات بعد، فما أقدر يعني نفس الشيء. إذا مليت 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 في عندي روايات، أقرأ روايات، وإذا مليت في عندنا عدال بيتنا بحر، أروح أجلس في البحر خلاص. بس ما في روتين، يعني ما في وقت أصلا حق الروتين، ما شاء الله يعني شوي الوقت مزدحم، إن كان أشغال الأهل ولا أشغالي الخاصة ولا أشغالي في الفن، فما في وقت للملل. لا أنا كنت ممثلة قبل ملكات الجمال، يعني أنا يوم قدمت على ملكات الجمال كنت ممثلة ومودلز، ف يعني ملكات الجمال أضاف لي، بس يمكن لأني أنا دخلت ملكات الجمال فصار عندي يعني في التمثيل شوي ابتعد، يعني الملكات أخذ كل وقتي، يعني هو سفر سفر سفر. اللي حاب يشارك أول شيء في ملكات الجمال، أول شيء لازم يكون عنده، يعني أنا أنصح البنت تكون جامعية، يعني أول شيء جامعية، ثقافة، لبقة في الكلام، عندها حضور على المسرح، كاريزما، الشكل تبتعد عنه، يعني يمكن الشكل يعني الإنسان بأخلاقه وليس بشكله، فيعني كل واحدة تكون ثقة بنفسها شو ما كان شو ما كانت إلا يكون عندها جمال بس، يعني فكل بنت داخلها جميل.